العلاقة المؤذية. طبعا أي يعني abusive relationships دي، الأول أنا أتأكد إنها abusive فعلا، ماشي؟ لأن أنا بشوف، أنا بعمل couple counseling، أوكي، ساعات ناس تقول لك دي toxic relationship، أوكي، هو يعني هو جاي لي بيقول إن دي علاقة سامة، وإن الشخص ده نرجسي، وإن أنا لازم انفصل عنه، وان هو في مشاكل، وان هو متحكم، وان هو انتي سايكوبات، وان هو انتي سوشيال، واتهامات كتيره جدا. وبعدين لما بتقعد معاهم ما بتلاقيش ان الكلام ده حقيقي. فانا قبل ما اقول ان دي علاقه مؤذيه اتاكد انها مؤذيه. طب نفترض انا عندي الرادار او الحاجه المونيتور او الحاجه اللي بتقيس، مش عارف، انا مش عارف هو فعلا مؤذي ولا انا بيتهيأ لي ولا غير فيا ولا غير فيه، ما استشير ناس، استشير ناس حواليا، صديقه مثلا، معالج نفسي لو الموضوع كبير، بابا ماما، يعني نسأل عشان أبقى أخد كذا رأي معايا في الموضوع قبل ما أخش في موضوع الانفصال. طبعا أنت الموضوع الانفصال مش سهل، بالذات لو في أولاد، دي بتبقى مشكلة. يعني دايما بص، انفصال لما يبقى ما فيش أولاد دي قصة، ولما يبقى في انفصال وفي أولاد دي قصة بقى تانية خالص. أوكي، انا لما بعمل كابل كونسلنج، لما بلاقي في اولاد دايما بحاول ان احنا نشتغل على ان نصلح المشكله ونحاول تاني، حتى لو صلحنا كده 60% على قد ما نقدر. ليه؟ لان كل الدراسات مبينه ان الاطفال بتتضرر جدا من الديفورس، وفي كورسات فعلا، في كورسات بتقلل الضرر اللي يحصل على الاطفال. يعني هنا في كندا في كورسات الاب والام بياخدوها لما يكونوا هينفصلوا عشان يعرفوا يتعاملوا مع هذا الموقف ويقللوا الضغوط النفسيه على الطفل. بس هي الدراسات موضحه ان اطفال كتيره مستواهم الدراسي بيقل، اطفال كتيره بيجي لهم سايكوسوماتيك. ايه السايكوسوماتيك ده؟ اللي هو اعراض نفس جسمانيه، يعني تلاقي الواد بيشتكي من بطنه وجعاه، عينه مزغلله، في صداع، في المدرسه دايخ، حاجات كده تلاقيها بتزيد مع الانفصال. برضو في حاجه اسمها انترجنريشنال ترانسميشن اوف ديفورس، يعني ايه؟ يعني لقوا لما اسره يبقى فيها انفصال ساعات ده بينتقل من عيلة للتانية، يعني مش وراثي يعني بالجينات، لكن الطفل بيشوف ان في انفصال حصل، فلما بيمر هو بعلاقات في المستقبل بيبقى شايف ان الانفصال سهل يحصل. طبعا في ناس بتبقى العكس، يعني لما بيبقى بابا ومامته انفصلوا بيحارب اكتر عشان هو ما يمرش بنفس التجربة لان شايف عيوبها مثلا. بس يعني anyway، انا مش عاوز اقول، مش عاوز اجنرالايز واقول ان الانفصال وحش 100%، او عاوز اجنرال ان استمراريه الزواج 100%، لا. يعني انت لو اتنين قاعدين طول النهار بيتخانقوا قدام الاطفال، لا، ينفصلوا احسن. يعني ده انت هتضرهم لو انتوا قاعدين بتتخانقوا مع بعض طول النهار، ووصلت بقى اللي هو فيزيكال ابيوز، عمالين نضرب في بعض والعيال بتتفرج علينا، لا، هننفصل، ده كده ننفصل احسن. انما لو مشاكل بسيطه ممكن نشتغل عليها، خلينا ايه نحاول نشتغل عليها. طيب نرجع لسؤال الخوف من الانفصال رغم العلاقه المؤذيه. ما هو الخوف من ايه بقى؟ هل الخوف من المجتمع، ولا الخوف لان انا مش هلاقي حد تاني يحبني زي ما الشخص ده بيحبني، ولا الخوف منه هو ليكون هو مؤذي؟ انا بشوف ناس كتير هنا هي عاوزه تنفصل بس هي خايفه منه، مع ان البوليس هنا بيحمي الستات بطريقه مش طبيعيه، بس هو بيبقى ساعات خوف مرضي، تقول لي الراجل ده لا هينفع مع البوليس ولا هينفع معايا وممكن يأذيني. فانا يعني عشان ما اديش نصيحه عامه، ان هل الخوف نفسي، ولا الخوف لانه ممكن يأذيني، ولا الخوف مادي، ولا الخوف اجتماعي مجتمعي، انا خايف ولا الخوف ان انا مش هلاقي حب تاني ولا حد يعني ارتبط بيه في المستقبل. يعني لازم نحدد المخاوف ايه ونبدا نشتغل عليها. طيب عشان الناس ما تزعلش، في حد كان سأل على، كان كتب لي سؤال على اليوتيوب عشان الناس بتبعت تقول لي جاوب لي على الاسئله دي. البروبايوتكس، انا اتكلمت، عامل فيديو عن البروبايوتكس دي اللي هي البكتيريا النافعه. انا اؤمن باهميتها، في دراسات كتيره دلوقتي بتاكد ان البروبايوتكس مهمه. دي هي البكتيريا النافعه، دي موجوده فين؟ دي موجوده في اللبن الرايب، وموجوده في المخللات، وموجوده في العصير اسمه كامبوتشا، وموجوده طبيعيا في اكلات، بس احنا ساعات ناخدها مصنعه لانها تكون قليلة عند بعض الناس. طبعا ليه بتبقى قليلة؟ نتيجة الأكل الغير صحي والسكريات الكتيرة والزيوت المهدرجة، ويعني الأكلات اللي مش كويسة بتأثر على البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في الأمعاء. البكتيريا دي مهمة جدا
للحاله النفسيه، ومهمه جدا للامراض المزمنه، لامراض الضغط وامراض السكر وامراض السمنه وامراض السرطان. يعني البكتيريا دي عليها دراسات كتيره بتاكد اهميتها. اللي انا عاوز اقوله، يا ريت نزود في المصادر الطبيعيه اللي فيها البكتيريا النافعه دي، زي ما انا قلت تاني، اللبن رايب، المخللات طبعا، بس يعني يكون الملح فيها قليل شويه، الساور كراوت، الكمبوتشا، الزبادي، اكيد عارفين احنا موضوع الزبادي ده. طيب انا لو عاوز ازود، ممكن نشتري البروبيوتكس دي اه بتتباع، وانا عارف انها بقت تنزل في مصر برضو. طب انا محتاج قد ايه؟ محتاج 10 بليونز، يعني 10 مليار. في ناس لما تاخد جرعه كبيره قوي كده بطنها بتوجعها، فانا ممكن ببدا ب 2 بليونز او 3 بليونز. وانا ليا فيديوهات لو كتبت الفيتامينات للصحه النفسيه هتلاقيني شارح بقى.